طبعا أنا جد سعيدة بمشاركتي في مهرجان أناقة والإبداع تحت إشراف جمعية ألوان الشرق للثقافة والتنمية. طبعا أنا كنت حضرت في كاستينج هذه تقريبا واحد شهرين بحيث تقدم المشاركة في هذا العرض 120 مشارك ومشاركة وتم اختيار واحد 50 تقريبا. ومن هذاك الوقت الآن عمل واحد المجهود كبير وخدوا دروس في مجال كيفاش يتمشاو كيفاش يتعاملوا مع الناس الحاضرين. وطبعا اليوم هو تتويج لهاد المشاركين تم حيث تم عرض الأزياء وشاركوا فيه واحد مجموعة من المصممين والمصممات بألوان جميلة ورائعة. كان عرض ناجح بكل المقاييس. يشرفني باش نكون هاد الليلة في هذا المهرجان، مهرجان الأناقة والإبداع للمنطقة الشرقية وخاصة مدينة وجدة، فهذا شرف لهذه المنطقة. وكنشكر جميع الساهرين على هذا المهرجان، يعني في التنظيم وكما كيشوف الجميع أن هذا المهرجان ناجح 100% ولو أنه هو في الدورة الأولى. كيف تشوفوا اليوم السبت يوم ثاني من المهرجان؟ البارحة كان عندنا عرض أزياء اللي جمعت فيه بزاف ديال الستيليس عارضات كذلك ومغنيين فنانين مرموقين على الساحة المغربية. واليوم معنا نجوم كبار ديال الفن المغربي من مدينة وجدة من الجهة الشرقية وكذلك الجالية المغربية حاضرة عندنا بقوة وسهرة هائلة. وإحنا في الختام ديال السهرة باقي لنا مازال 2 مغنيين وتنتمنى إن شاء الله من هذا المهرجان التألق والازدهار. وكيف ما خلقنا مهرجان في وجدة إن شاء الله تكون استمرارية. إحنا بدينا لكم الباب وانتم كملوا أصحاب الجهة الشرقية. كيشرفني انني نكون متواجده في مهرجان الشرق بوجده، وكان شرف ليا كبير انني نكون متواجده فيه مع فنانه مع مصممين اللي تبارك الله عليهم داك الشيء رائع في مستوى. ومهرجان تبارك الله كان منور وكان فيه بزاف ديال الفنانه اللي كان شرف ليا كبير انني نكون متواجده فيه، وكيدعم بزاف ديال المواهب الحمد لله، منهم مصممين منهم فنانه منهم تبارك الله عمالقه المغرب اللي كان شرف ليا كبير بزاف بزاف. وانا جد فرحانه بانني متواجده فيه. انا جيت سعيده بالمشاركه ديالي بهذا المهرجان، وجيت سعيده ايضا بتواجدي بمدينه وجده اللي اول مره انني تواجدت مع مدينه وجده واول مره انني نتلاقى بالجمهور ديال مدينه وجده. صراحه ناس كيفاش نقول لكم مزيانين، ناس الجود والكرم طبعا. وكنتمنى ان شاء الله انني نكون عند حسن الظن ديال الجمهور ديالي، لا اللي متواجد مدينه وجده ولا اللي متواجد في انحاء المغرب او خارج ارض الوطن. وكنقول لكم نستناو الجديد ديالي ان شاء الله عما قريب. جيت نحيي هذا المهرجان تاع الاناقه والفن والابداع اللي حضروا فيه تبارك الله اكثر من ازيد من 40 عارض وعارضه اللي كانوا في المستوى الحمد لله، وحضروا فيه 10 تاع المصممين من أنحاء المغرب كله وتبارك الله عليهم. واش راني نقول لكم، الجديد ديالي ان شاء الله غادي يخرج في هذا يعني مور رمضان ان شاء الله غادي يخرج له سي دي فيه 12 اغنيه جديده. Thank you.
قمنا به المود مع جمعيه الوان الشرق للثقافه والتنميه. وكيف ما تتشوفوا من بعد جاء مولود جديد اللي هو فيستيفال الاناقه والابداع للمحافظه على المورود الثقافي بالجهه الشرقيه. انا بعدا اولا من معجبين ديال شوف تي في، ديما نتبعكم، وجيت ضيف شرف في مهرجان الاناقه والجمال، وتبارك الله هذا الشيء كان في مستوى كبير. وشكرا، وان شاء الله نوجد واحد الاغنيه جديده ان شاء الله اللي سميتها تلاقينا في المدينه، غتكون شي حاجه مفاجاه زوينه للجمهور ديال شوف تي في. وتحيه كبيره لشوف تي في، وحنا من المعجبين ديالكم. المراكز الاولى في مهرجان الاناقه والابداع كاحسن عارض وعارضه، مهرجان المقام بوجده وكتقدمو جمعيه الوان الشرق. عاودوا عاوتاني واحد الصوت سام واحد التفقات كبيره على هاد الناس هادو اللي ضربوا بزاف 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 ديال الكاميرات، بزاف ديال لي بيسيسيون، بزاف ديال الكيلوجي. تبارك الله عليكم كاملين. فريمون يعني لمده بليزيوغ موا هما يعني كيكون هاد يعني بزاف ديال يعني متابعتكم بزاف، دونك كان صعيب بزاف انهم يعني يتالقوا. دونك نبغيكم انكم تشجعوا هاد العريضات اللي بقاو في الاخير،